أعزائي المشاهدين، سعداء نلتقي بكم مرة أخرى في برنامجنا السراج المنير. أينما كنتم، سلام المسيح وبركة رب تكون على حياتكم وتكون معكم. معنا مرة أخرى أخويا المحبوب روميل زيا. أهلا قسيس، أهلا بك، نشكر الله من أجلك ومن أجلك شكرا. وسعداء نلتقي مرة ثانية ونكمل حلقاتنا عن السراج المنير. أمين. واللي احنا نتكلم به عن رسالة بولس إلى أهل غلاطية. أمين. ومثل ما دائما نكررها ونقولها لأهمية الرسالة، أنه بولس كان يدافع عن رسوليته، وبولس كان أيضا يدافع عن الإنجيل اللي هو كان يبشر به في كنيسة غلاطية، لأنه كانوا البقية يقولون أنت تبشر بإنجيل آخر، لكن بولس كان يبشر بالإنجيل اللي هو الأخبار السارة، الخلاص المجاني بنعمة بقبول الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياة كل إنسان يؤمن به، ومثل ما آمنوا أهل غلاطية. وصلنا الإصحاح الثاني، وصلنا أعتقد الأعداد الأخيرة من الإصحاح الثاني. فيا ريت تتفضل أخ روميل وتقرأنا من عدد أعتقد 17 إلى نهاية الإصحاح، ونشوف هذه الأعداد تقريبا قليلة لكن فيها غنى كثير من كلمة الله. آمين، شكرا قسيس. أحبائي، رسالة غلاطية الأصحاح الثاني والأعداد 17 إلى 21. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح، نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة. أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا. فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته، فإني أظهر نفسي متعديا، لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. آمين. أحبائي المشاهدين، مثل ما شفنا في قراءتنا، يا ريت وأنت تشاهد هذه الحلقة أطلب منك أن يكون كتابك المقدس معك، أن يكون معك ورقة وقلم، وتكون معنا وتسجل الأشياء اللي يمكن استفاد من عدها من خلال دراستنا لهذه الرسالة. أخوي روميل، بولس الرسول يبدي في عدد 17، وأعتقد عدد كثير مهم. إن كنا نحن طالبون أن نتبرر في المسيح، نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة. أفالمسيح خادم الخطية؟ حاشا. إيش قصد بولس الرسول في هذه الآية؟ نتبرر في المسيح، وبعدين يقول نوجد نحن أنفسنا خطاة. يعني كيف العملية هذه؟ احنا سبق في الحلقة السابقة طبعا تكلمنا عن العدد 16 اللي هو جوهر الإنجيل، فحتى نعرف ايش اللي ده يجري بعدد 17 بس تسمح لنا انه نقرأ عدد 16 قسيس. نعم تفضل. شكرا. العدد 16 يقول: إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. نعم. فنلاحظ يعني العدد 16 هو عدد جوهري مثل ما قلنا سابقا. فيتكلم بأنه الإنسان يعني هو ده يواجه، طبعا بولس ده يواجه بطرس. وبعدين يشرح عن أنه إحنا أصلا كيهود كنا، لكن في نفس الوقت عدنا الناموس، لكن إحنا ما تبررنا بالناموس. عرفنا أنه الإيمان بالمسيح هو الذي يبرر، لذلك آمنا بالمسيح لكي نتبرر بالإيمان بالمسيح وليس بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. يعني الناموس
شغله إيش هو؟ مهم. ما يقدر يخلصنا. نعم. لكن إيش شغله؟ يديننا ويحكم علينا. وكل إنسان يحاول يطبق الناموس رح يكون تحت لعنة، لأنه ملعون. ما رح يقدر يطبق. نعم. ملعون كل من لا يقدر أن يثبت في جميع ما هو مكتوب في الناموس. نعم. ليعمل به طبعا. لذلك ماكو يعني خلاص بالناموس. الناموس فقط يديننا، يكشف خطيتنا. وطبعا بعدين راح نشوف عنده أغراض أخرى أو أهداف أخرى راح نجي لها في الأصحاح الثالث. نعم. بنعمة الرب. لذلك بولس الرسول يقول احنا بس بالإيمان بما عمله المسيح نتبرر. أما بالناموس ما نقدر أي تبرير. نتبرر ماكو أي تبرير. ولما نقول الناموس أخ روميل يعني نعم. نقدر نقول أيضا معناتها الناس اللي تحكي الخلاص هو بالأعمال. بالأعمال. أعمال الناموس بالضبط. أنا عندي سؤال قصير يعني حتى نعم. لا المشاهدين يتخلون في متاهة. نعم. لما يقرون الكتاب المقدس. نعم. لما يقرون رسالة الرسول يعقوب. نعم. ولما يقول أريني إيمانك بدون وأنا أعمال. بدون أعمال وأنا أريك بأعمالي إيماني. فكيف يعني هنا بولس ده يقول الخلاص هو فقط بإيمان بالرب يسوع المسيح. نعم. يعقوب يقول لا الخلاص هو بالإيمان وزائدا الأعمال. فشون القصة هنا؟ نعم قسيس شكرا. احنا سبق وأن حكينا بهذا الموضوع ولكن إعادة مجرد شيء بسيط حتى المشاهدين يعني اللي جدد خاصة يعرفون. نعم. هذا الأمر احنا نعرف الرب يسوع المسيح هو على الصليب صرخ قال قد أكمل. نعم. لذلك خلاصنا 100% ما يعتمد علينا. نعم. هو عمل فردي لله وحده يخلصنا. نعم. بس الأداة اللي احنا نستقبل خلاصه هي بالإيمان. إيمان. فلذلك أي إضافة من عدنا على ما عمله المسيح بموته على الصليب. نعم. ليعطينا بره 100% أي عمل إضافي لهذا العمل اللي عمله المسيح يعتبر أنه إحنا يعني كأننا غير مؤمنين بأنه يعتبر يمكن إهانة لعمل إهانة المسيح. أيضا طبعا إهانة. نعم. ولكن في نفس الوقت كأنه إحنا ما آمنا بعمل المسيح واعتبرنا عمله ناقص غير كامل كأنما غير كامل. نعم. أو ناقص. نعم. لكن الرب يسوع المسيح لأنه إحنا ما نقدر نخلص نفسنا. نعم. لذلك هو جاء ليخلصنا مات على الصليب من أجلنا. نعم. فلذلك بالإيمان وحده هذا اللي يعني دا يتحارب نقدر نقول من أجله بولس الرسول في رسالة غلاطية وأيضا يوضحه بشكل تفصيلي أكثر في رسالة روميا وفي. نعم. بقية رسائله أيضا طبعا. نعم. لذلك الإنسان ما رح يقدر يضيف أي شيء من أعمال من صلوات من صدقات تقديمات وذبائح كلها هذه ما راح تؤدي الى يعني اكمال عمل المسيح لانه هو كامل اكمل العمل. لكن الانسان بعد ما يؤمن بالرب يسوع المسيح فاعتيادي راح يكون عنده المفروض جدد وحياته صارت جديده وراح نشوف بعد شوي. لذلك بعد الايمان هناك حياة. نعم. تثبت انه احنا فعلا خلصنا صرنا مؤمنين لذلك. نعم. يعقوب وبولس بولس يقتبس من تكوين 15. نعم. العدد السادس آمن إبراهيم, إبراهيم. نعم. فحسب له برا. نعم. ما قال فعمل إبراهيم أعمالا صالحة فحسبت له برا لا. نعم. فآمن إبراهيم بالله فحسبه له برا. نعم. لكن يعقوب يروح إلى تكوين 22. نعم. حوالي بعد 14 سنة. نعم. مما قالوا الله من تبرير الله لإبراهيم بالإيمان. فبعد 14 سنة من حياة إبراهيم. نعم. الرب يطلب من إبراهيم أنه يقدم ابنه ذبيحة أو حتى أكثر من 14 سنة يعني تقريبا البعض يعتقد أنه كان عمر إبراهيم أكثر من 126 أو لأنه أحد
المفسرين قال أنه ما يقدر يعني شرعيا ما يقدر إبراهيم يطلب من إسحاق أنه يحمل الحطب إذا ما يكون عمره 116 فما فوق. أوكي. من 116 ف116 إلى 126 تقريبا. سارة ماتت في تكوين 23 كان عمرها 127 سنة. نعم. فعمر إسحاق 37 سنة كان. نعم. نعم. فقبله بالأصحاح الثاني يمكن هو كان بالعشرينات نهاية العشرينات. فإذا هنا ده يحكي يعقوب عن إحنا قدام الله نخلص بالإيمان. قدام الله منه هذا؟ هذا بولس الرسول يقول. يعني قدام إحنا الله. نخلص بالإيمان. بالإيمان من خطايانا. نعم. لكن بعد الإيمان. نعم. حتى أبين إنه أنا فعلا مؤمن في أعمال. نعم. هذه حتكون قدام الناس. فيروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أبوكم الذي في السماوات. وهذا اللي يقوله بولس الرسول في رسالة أفسس لما يقول لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله أعدها لكي نسلك بها. حتى ما نطول نكمل رسالتنا. أمين. نكمل في العدد اللي احنا كنا واقفين عنده. فافتهمنا من عدد 16 أنه التبرير هو بالإيمان. عدد 17 أعتقد هو التكملة لعدد 16. ممكن تعطينا فصورة إيش قصد بولس الرسول في عدد 17؟ نعم قسيس. في عدد 16 في نهاية بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. فعدد 17 يقول فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة. التبرير في المسيح ما دام أنت يا بولس تقول التبرير هو بالإيمان فقط. فإحنا تبررنا في المسيح. إذن كأنه إحنا ما عدنا ناموس. فقط إحنا معتمدين على الإيمان بالمسيح حتى نتبرر. فإذا إحنا طالبين أن نتبرر في المسيح نوجد أنفس نحن أنفسنا أيضا خطاة. كأنه صرنا بلا ناموس. فيتهمون الناس أنه أنتوا ما دام أنتوا تقولون بس بالإيمان تخلصون. طيب إذا أنتوا ما رح تعملون أعمال صالحة. في نفس الوقت واحد ممكن يفكر يقول طيب أنا همنا ما دام أني بالإيمان أتبرر أوكي والمسيح شال عني خطاياي. إذن أنا أؤمن بالمسيح بالإيمان أخذ الخلاص وبعدين أسوي اللي أريده من أعمال شريرة من خطايا من ملذات وما شابه ذلك. لذلك اللي يتبرر في المسيح كأنه رح يوجد كأنه إيش خاطي. ما عنده ناموس. ما عنده ناموس. ماكو شيء يحكمه. يعني خلاص أنا تبررت وأسوي اللي أريده. بالضبط. يعني هي أنا تبررت وأنا أسوي اللي أريده. هاي هي الفكرة اللي يناقشها هنا بولس الرسول. فيقول فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة. كأنه صرنا مثل الأمم بدون ناموس. والأمم إحنا نعتبرهم خطاة حسب اليهود يعني. فكر اليهود. الفكر اليهودي. لذلك احنا رح نوجد انفسنا ايضا خطاة. زين ويسال سؤال افالمسيح خادم للخطية؟ يعني انت خلصك المسيح حتى انت تروح تعمل خطايا؟ اذا المسيح صار خادم للخطية. حاشا يقول. ده يقول شنو يجاوب؟ حاشا. نعم. نجي للعدد البعده. عدد يقول 18. فاني ان كنت ابني ايضا هذا الذي قد هدمته. نعم. فإني هدمته. أظهر نفسي متعديا. وأعتقد هنا الكلام هو موجه لبطرس. طبعا طبعا. لأن بطرس كان دا يحابي وكان دا يأكل بالبداية مع اليهود. نعم. الأمم وبعدين من إجا جوي جماعة من أورشليم سحب نفسه. فهنا الكلام كله موجه هو إلى بطرس. طبعا يوجد حسب المفسرين البعض يعتقد أنه من عدد 11 إلى نهاية عدد 15 يتكلم مع بطرس يعني. بعدين من عدد 16 البعض يعتبره أيضا مع بطرس. بس البعض يعتبره من عدد 16 إلى 21 ده يتكلم بشكل عام يعني. يعني مدى يحكي الحادثة مع بطرس يعني. بس هنا بس إنه ده يقول الذي أنا بنيته أنا ده هدمه. نعم. فهو يكلم الغلاطين أصلا. أوكي. فهو لأنه إحنا طبعا في بداية كل حلقة المفروض نذكر حتى المتابعين يكونون دائما معنا
بولس الرسول أنت ولو ذكرت في بداية الحلقة يدافع عن الإنجيل وعن الرسول، يدافع عن الإنجيل وعن رسوليته طبعا. نعم. نعم. أنه هو رسول المسيح. نعم. ليش دا يدافع؟ شنو القضية؟ المهودين اللي كانوا ضد هذا الشيء بالضبط. يعني. بسبب وجود المهودين اجوا لكنيسة كنائس غلاطية وقالوا نعم. شوهوا صورة بولس طبعا. نعم. وإنجيل بولس أيضا. نعم. نعم. شوهوا وقالوا أنه لا، أنتوا ما يصير بس بالإيمان تخلصون، لازم أيضا تعملون الناموس. الناموس لازم تكونوا تحت إذن الناموس. إذن هنا أنا يعني الآية 18. نعم. عن إيش اللي بنى وإيش اللي هدمه، اللي هو الناموس، يعني الإيمان أو بالأعمال، بأعمال الناموس. نعم. التبرير بأعمال الناموس مثل ما يقولون المهودين. نعم. بس احنا كمؤمنين يقول نتبرر في المسيح. فلما احنا نتبرر في المسيح ديت تهمونا انتو معناها بلا ناموس وراح تعملون خطايا والمسيح راح يكون خادم للخطية، فانتو مدى تمشون بناموس. فبولس الرسول يقول اني فاني ان كنت ابني ها ايضا هذا، يعني ارجع مرة ثانية للناموس مثل ماذا تسوي يا بطرس، كأنه أوكي، أو مثل ما سوى بطرس. نعم. زين، فمعناها مثل ما تسوون أنتوا يا غلاطيين والمهودين اللي جاي يعلموكم. نعم. فأني إن كنت أبني أيضا هذا اللي هو لازم أحفظ الناموس الذي قد هدمته، فأني أظهر نفسي متعديا. شلون راح أكون متعدي؟ لأنه إذا رجعت تبنيت الناموس، التبرير بالناموس، راح أصير متعدي بحسب الناموس، لأنه الناموس يطالبني أن أعمل بكل شيء موجود فيه، مكتوب فيه. نعم. لكن أنا راح أكسر، أوردي أنا كاسر، ما راح أقدر أسوي، ما راح أقدر أسوي، فراح أصير متعدي. نعم. للناموس. أه. كاسر للناموس. يا كتير حلو عدد. نعم. 19 كتير مهم. نعم. لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. نعم. عن أي ناموس مات؟ نعم. مت بالناموس ولأي ناموس؟ نعم. كأنما في ناموسين هنا. نعم. مت عن واحد وللناموس حتى أقدر أعيش لله. نعم. إيش قصد بولس الرسول من ناموس للناموس؟ أوكي، الناموس هو واحد هنا، هو واحد. يعني. فلأني مت بالناموس، الناموس يتطلب أنه أجرة الخطية هي موت، موت لازم. yeah. اللي يخطئ يموت. نعم. yeah. فاللي يتعدى على ناموس الله نتيجة أو أجرة تعديه الموت. موت. فيطالب yeah. بأنه الخاطئ لازم إيش؟ يموت. يموت. فيقول لأني مت بالناموس. للناموس يعني اللي ما يتطلبه الناموس. إنه أجرة الخطية لازم موت. موت. ف يقول مت بالناموس، كيف بولس الرسول مات بالناموس؟ سؤال مهم. yeah. سؤال مهم. هو يشرحها طبعا في العدد 20، راح نجي عليها العدد كثير، راح نجي عليها طبعا. yeah. فإحنا اللي آمنا بالمسيح، الرب يسوع المسيح لما أجا قال لم آتي لأنقض الناموس. نعم. والأنبياء. نعم. بل لأكمل. كلمة لأكمل يعني لأطبق، لأحقق، لأتمم، لأكمل الناموس. شنو قصده؟ طبعا هو شيء مهم جدا وواسع حقيقة. نعم. يعني راح نشرحه في الأصحاح الثالث. yeah. بس نعطي نبذة صغيرة. سبق الله في سفر التكوين كيف عرفنا أنه برر الله إبراهيم بالإيمان. لكن نسل إبراهيم لما إجا اللي هو طبعا بعدين صار إسحاق، وبعدين إسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد إسرائيل أو الأصباط الاثناعش اللي هو شعب إسرائيل. فلما إجا شعب إسرائيل الرب طلعه من مصر، أعطاه في البرية إيش؟ الناموس. فهذا الناموس هو يقول بولس بعدين يقول لماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات وما شابه ذلك. فالرب أدخل إيش يسموه تدبير آخر اللي هو مؤقت، حتى بالحقيقة يقنع الإنسان خاصة شعب إسرائيل إنه أنت ما تقدر تخلص بنفسك بأعمالك الصالحة، بتطبيقك للناموس، بالذبائح الموجودة، بمتطلبات كل ما يتطلبه الناموس.
ما راح تقدر تخلص. فحتى يظهر عجز الإنسان اليهودي عن إخلاص أو خلاص نفسه بنفسه. فأعطى التبرير بالإيمان لإبراهيم، لكن أراد يقنع الشعب هذا، فأدخل تدبير. هذا التدبير هو ماشي، ما يمكن أن يلغى. لذلك إيش اللي سوى الرب يسوع المسيح حتى لا يلغى هذا التبرير؟ حققوا، تمموا نعم. طبقوا 100%. ولا واحد من الشعب اليهودي قدر يطبق الناموس وما قدر يخلص بالناموس. لكن لما جاء المسيح وطبق الناموس 100%، فمن يؤمن بالرب يسوع المسيح راح يكون اوريدي متخلص من الناموس، خلص من الناموس، لأنه الرب يسوع المسيح خلص كل ما يتطلبه الناموس. فالناموس طلب أنه الخاطي يموت، فالمسيح أخذ خطايانا ومات عنا لما يتطلبه الناموس. لذلك نحن الذين آمنا بالرب يسوع المسيح، اعتمدنا للرب يسوع المسيح، صرنا في المسيح يسوع، ومثل ما يقول في روميا الأصحاح السادس، اعتمدنا للرب يسوع المسيح، اعتمدنا لموته، فمتنا مع المسيح، دفننا مع المسيح، قمنا مع المسيح، لكن إلى حياة جديدة. إيش علاقتنا بالناموس؟ قد متنا مع المسيح عن الناموس. هذا اللي يقول فأني قد مت، لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. الآن إحنا بعد ما أقمنا مع المسيح، قام المسيح إلى حياة تمجد الله، وقمنا معه لنسلك في حياة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو الكل قد صار جديدا. فإيش علاقتي أنا بالخطية؟ قد مت لأجل الخطية. إيش علاقتي بالناموس؟ قد مت للناموس مع المسيح. وهذا اللي يقوله في عدد 20، عدد 20 أيضا، مع المسيح صلبته. هو هذا كأنما ده يفسر الآية اللي قبلها بالضبط، مع المسيح صلبته. فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيه. أريد نوقف هنا. نعم قسيس. مع المسيح صلبته. أوكي أخي الحبيب، واحد دا يشاهدنا هسه ويقول المسيح انصلب قبل 2000 سنة، حوالي 2000 سنة، أقول 2000 سنة. طيب أنا قبل 2000 سنة وين كنت وشلون انصلبت مع المسيح؟ ممكن نجاوبه؟ ممكن نجاوبه بنعمة الرب. يقول احنا جميعنا اعتمدنا بروح واحد لجسد المسيح. فاحنا صرنا في المسيح بواسطة ايش؟ بواسطة الروح القدس. يعني تطبيق ما حصل قبل حوالي 2000 سنة هو في العالم الروحي من خلال عمل الله نفسه. هذا العمل انا ما اقدر اعمله، ولا انت تقدر تعمله قسيس، ولا واحد يقدر يعمله. كيف انه مع المسيح صلبت؟ المسيح انصلب قبل حوالي 2000 سنة. لكن كيف انا انصلبت معاه؟ هذا الشيء يتممه روح الله القدوس اللي سكن فينا أيضا لما قبلنا الرب يسوع المسيح بالإيمان. فهذا العمل هو يتممه. شيء مهم جدا، هناك شيئين لازم نعرفهم. ولادتنا الروحية ما كان عندنا أي دخل بها، اللي هو لما خلصنا، في اللحظة اللي خلصنا الله ولدنا. مثل ما الله الرب يسوع المسيح يتكلم مع نيقوديموس لما يقول له إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت السماوات، فما افتهم عليه نيقوديموس وقال كيف واحد يقدر يولد؟ هل يدخل بطن أمه ثانية؟ قال ما جاوبه، بس قال إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات. المولود من جسد جسد من هو، بس المولود من الروح هو روح. فعمل الولادة الروحية من فوق اللي هو الله ولدنا، ما لنا أي دخل بولادتنا الروحية. مثل ما احنا أيضا جسديا لما ولدنا من بطون أمهاتنا ما كان عندنا أي دخل بولادتنا. أمهاتنا اللي ولدونا
في الوقت المحدد. مهما كان قبل التسع شهور مهما كان نرفس ونريد نطلع وما ما كان نقدر زين، لكن في الوقت المعين بعد نهاية التسع شهور أمهاتنا ولدونا، لكن ما كان عندنا أي دخل في ولادتنا. لكن بعد الإيمان هناك الشيء الثاني اللي هو الحياة المقدسة اللي نعيشها لله، مثل ما يقول فأحيا لا أنا، لا أنا بل المسيح، بل المسيح يحيا فيا فيا. أخر ما أنا بس أتوقف يعني بالنسبة للآية اللي قرناها، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا. مع المسيح صلبت يعني قصدك فيها باللحظة اللي أنا تبت وقبلت المسيح كرب ومخلص لحياتي، اللي هو انولدت ولادة ثانية اللي نسميها، فذيك اللحظة أنا صلبت مع المسيح. نعم أنا صلبت مع المسيح، يعني بلحظة التوبة، في لحظة الولادة توبة الجديدة. قبل الولادة لازم يكون في توبة. نعم طبعا في توبة، نعم في إيمان، نعم في الولادة الثانية. يعني ما في ولادة ثانية بدون توبة. نعم بس هناك طبعا جدال حول هذا الموضوع، ما نريد ندخل به. أوكي. لأنه هل الولادة أولا وبعدين التوبة؟ لأنه هذا لأنه شيء. مثلا إذا رحنا إلى بطرس لما وعظ أول وعظة نخسوا في قلوبهم، ماذا نفعل؟ توبوا وآمنوا بالإنجيل. بالإنجيل نعم نعم. احنا باقينا دقيقتين ممكن نكمل الآية. شكرا قسيس. فالعمل الثاني اللي قلت عليه العمل الأول انه الله ولدنا. لكن العمل هذا تم وحده لكن بعدين بعد الإيمان العمل الثاني انه احنا مع الروح القدس نتعاون حتى نعيش حياة مقدسة. لذلك في أي لحظة من حياتنا احنا أمام خيارين، هل نرجع لخطايانا أم نعيش للمسيح؟ أحيا لا أنا بل المسيح، بل المسيح يحيا فيا. فمثل ما كنا نتكلم عن عملين أو شيئين، الولادة الجديدة هي فقط من خلال عمل الله في حياتنا. نعم ما عندنا دور بي، ما عندنا أي دور بي، في حياتنا ده يغير في حياتنا. بالضبط. نقبل العمل بالإيمان. نعم نعم. لكن الشيء الثاني اللي هو بعد الإيمان حياتنا راح تكون تعاون بيننا وبين الروح القدس حتى نعيش الحياة المقدسة. لذلك أي موقف يكون أنا أمر به كمؤمن راح أكون اللي الخيار، هل أرجع للخطية أم أمشي أنه أخلي المسيح يحيا فيا. فأسمع كأنه للروح القدس إيش اللي يقول لي من خلال تعليمه، من خلال ما أعرفه، ما يعرفني الروح القدس أنه هذه هي الطريقة الصحيحة للحياة في هذا الموقف مثلا. وهاي نقدر نقولها أخ روميل اللي اللي نقدر نحكيها أنه مراحل الخلاص. التبرير بالضبط، وبعدين والتقديس والتمجيد للحياة الأبدية. فإحنا لما آمنا هذا هو التبرير. نعم. وبعدين لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا، هذا هو حياة القداسة، القداسة التقديس، يعني هو ما أرجع للخطية. للخطية. نعم تفضل. شكرا قسيس. فيقول مع المسيح صلبته، فلما ده يتكلم صلبته مع المسيح يقول صلبته أيضا لما يتطلبه الناموس. لأنه قبل شوية قال لأني مت بالناموس لأحيا لله. مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما دام أنا متت مع المسيح، انصلبت مع المسيح، متت عن الخطية، متت عن الناموس. فالآن الحياة الجديدة أحيا لا أنا بل حياة منه المسيح، المسيح يحيا فيا ومن خلالي طبعا. فما أحياه الآن في الجسد، حياتي في الجسد الآن مو أرجع للخطية مثل ما يتهموني الناموسيين أو عفوا المهودين. لكن أحيا، أحياه بالإيمان، أحياه بالإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أي الإيمان بابن الله، بما عمله ابن الله اللي أحبني وأنا بعدني خاطي. لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا وأسلم نفسه لأجلي. بعدين يقول لست أبطل نعمة الله. إيش هي نعمة الله؟ هي هدية قدمها لنا الله وإحنا ما مستحقيها، الخلاص اللي هو الخلاص. نعم. خلاص بواسطة ما عمله المسيح وحده. لذلك يقول أنا ما أبطل نعمة الله بأنه
جعل أنه المسيح يموت من أجلي، أسلم نفسه لأجلي، المسيح اللي أحبني، أنا ما رح أقدر أخلص نفسي أروح أبطل هاي النعمة المجانية اللي الله يريد يعطيها إلي، اللي هو التبرير بالإيمان بما عمله المسيح. فلست أبطل نعمة الله. لأنه إن كان بالناموس بر، إذا واحد يقدر يتبرر بالناموس، فالمسيح إذا مات بلا سبب. يعني إحنا نقول بالعراقي بوش وبلاش، مات المسيح إذا. إذا أنا أقدر أوصل للسماء بأعمالي الصالحة وبتطبيقي للناموس وبالذبائح وبعبادات أخرى، إذا المسيح كان بلا سبب، يعني مجرد إضافة يعني غير نافعة، شيء حصل في التاريخ بس كان أكبر جريمة فقط حصلت، إنه قتلوا إنسان قتل، إنسان مات، إنسان بار ومات، قتل ومات وما إلى أي نفع. لكن ليس الأمر كذلك، لست أبطل نعمة الله. لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. لذلك لا يوجد تبرير إلا بالإيمان بما عمله الرب يسوع المسيح، ولا توجد أي إضافة ولا رجوع للناموس، تطبيق ما يتطلبه الناموس، لأننا قد متنا عن الناموس لنحيا لله. آمين. آمين. شكرا أخي الحبيب، نشكر رب يباركك. ما يعلمنا به ويباركك حبيبي. آمين. أحباء المشاهدين، آية كثير حلوة وآية كثير رائعة، يسوع المسيح الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. آمين. هل اختبرت هذه الروعة؟ علاقة شخصية، أحبني وأسلم نفسه لأجلي. تقدر تقول هاي الآية اليوم؟ الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إلى أن نلتقي بكم في حلقات أخرى، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم. آمين.